أكد متحدث باسم الخارجية الأمريكية أن تصريحات نائب الرئيس جوزيف بايدن حول إيران لا تعطي إسرائيل ضوءا أخضر لتوجيه ضربة عسكرية لطهران، مشددا في الوقت نفسه على أن الولايات المتحدة تحترم سيادة إسرائيل ولن تملي عليها أفعالها. اختلفت القراءات بشأن تصريحات نائب الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن حول احترام الولايات المتحدة سيادة إسرائيل وحقها في اتخاذ الخطوات المناسبة إزاء التهديد الإيراني. فبينما ذهب بعض المحللين إلى اعتبار موقف بايدن شخصي وبعيد عن مواقف الرئيس باراك أوباما، أتى تصريح المتحدث باسم الخارجية إيان كيلي ليؤكد أن نائب الرئيس عكس في كلامه الموقف الرسمي للإدارة، نافيا أن يعني ذلك إعطاء تل أبيب ضوءا أخضر لشن أي عمل عسكري ضد طهران. بالتأكيد لن أعطي ضوءا أخضر لأي عمل عسكري، لكن سياستنا هي أن إسرائيل ذات سيادة ولن نملي عليها أفعالها. ونفى كيلي أن تكون إدارة أوباما بصدد مراجعة مواقفها من إيران في ضوء التطورات الأخيرة، مؤكدا أن هدف الولايات المتحدة اليوم هو منع إيران من امتلاك أسلحة نووية وحثها على تنفيذ التزاماتها الدولية. كما امتنع كيلي عن التعليق حول ما إذا كانت القيادة الإسرائيلية ستعلم البيت الأبيض بأي خطة لتوجيه ضربة للمنشآت الإيرانية النووية. وفي ظل تصريحات بايدن الأخيرة والمناقضة لموقف الرئيس أوباما المشجع للحوار مع إيران، يتلمس البعض بوادر انقسام داخل الإدارة نفسها حول استخدام القوة ضد طهران. نرى الآن بعض الأصوات المؤيدة للضربة العسكرية تتعالى، وتصريحات بايدن ستشجعها، وأيضا هناك احتمال انقسام داخل الإدارة حول استخدام القوة، ويتوقع أن يكون للوزيرة كلينتون موقف أقوى من أوباما تجاه طهران، ومن المحتمل أن تجد الإدارة نفسها متورطة في حرب في الشرق الأوسط، خصوصا أن هناك شعور في إسرائيل أن مقاربة أوباما تجاه إيران لن تنجح. ويرى آخرون أن أسلوب الرئيس الأمريكي هذا سيحرجه في المستقبل وسيصعب عليه تسويقه بعد أحداث طهران الأخيرة وعدم اكتراث الرئيس الإيراني محمود أحمدي نيجاد بالرد إيجابا على بوادر الانفتاح الأمريكي تجاه بلاده. ضغوط كثيرة يتعرض لها الرئيس باراك أوباما في ملف إيران، فبينما يصر هو على انتهاج سياسة الحوار مع طهران، تطالبه بعض الأطراف في إدارته وخارجها بمواقف أكثر حزما، فضلا عن الإصرار الإسرائيلي بعدم إسقاط الخيار العسكري. ومع تصريحات بايدن الأخيرة، فإما أن تكون الإدارة تلعب لعبة توزيع الأدوار، وإما يكون التباين بين مواقف أركانها حول إيران بدأ يظهر للعلن. وفاء إشباعي، BBC واشنطن.